بيبي منو يصرف أكثر، شباب ولا بنات؟ بشكل عام ولا برمضان يعني؟ بشكل عام. لا البنات. وبرمضان؟ تصدقين الشباب قاموا يصرفون، بس بصراحة أحس البنات. على حسب والله، أنا في شباب يصرفون وفي بنات يصرفون، أنا واحد من الناس. لا تصير سياسي بس. صريف، أنا واحد من الناس والله ما أعرف أمسك الدينار. بنات. من دون تحيز. غير تحيز ولا بنات. بنات. أنا عن نفسي أشوف البنات مبذرين. أنت ما أنت كم تصرف بالشهر؟ نفرض 1000. والبنات كم تقريبا؟ دام ان انت يعني قلت البنات 1000 هي صارفه 5000، شلون ما ادري من يطلع فلوس ما ادري. انتوا غششتوا السؤال صح؟ منو يصرف اكثر، الشباب ولا البنات؟ البنات. زين انت فاهم سؤالي؟ سوري. البنات. لا الشباب. ليش؟ الشباب يعني عشان يخزن يعني على طول يعني يندقون سلف شويه ويروحون يشترون على طول، ما يشترون احد ولا شيء. انا اشوف البنات. ليش؟ لأن مكياج ولويا ويعني كذي عندهم مصاريف العيد، مصاريف رمضان. وانتوا ما في عندكم رمضان وعيد؟ دجاجة واحدة ودجاجتين خلاص. خلصنا الشغل اللي يشترونه دبلاتنا، مكياج، ملابس، غير اللي ما ندري شوي اوفر شوي. لما انا خزيته كان يقول انتوا شوي شوي شوي. يلا يعطيك العافية.